ذاك لا يتكلم سيدي بالخير ونطالبوا من دولتنا ان هاي القريه اللي نقال لها المصباق جور راقل فراقه بها العطش فراقه بها العطش ما ندوروا من الرزق ما هو الشراء فراقه بها العطش وقليقنا مدقدق له سنتين والله لازم ولا رينا حد يلتفت علينا ولا هنا فرقوا بين العطش راعي بيدنا تريبات ويتكرروا عند الماء ويظلوا وها ما ندوروا من الدنيا ما هو نشربوا وهيا هو اللي عندنا وهيا موجهينه الرئيس الجمهورية وموجهينه لدولتنا دورها لا تنقذنا من شيء إن قالوا العطش أو هاي اللي تتكلم زرب ومن تبويدي لا تتكلم عنه المصباق جرون هم مفرقهم العطش خلايا بهم العطش يظلوا يتكارهم راينا ضرك من الظهر وحنا هون ولا راينا قطره من اللي ما نسقوا بها ولا نمشوا قراق والصبح ما عندنا شي شاربين به او تو نبقنا شي نشربوا به نبقوا حالنا نشربوا به عندي من الكلام لا هاك لا يتكلم على مين ولا احنا ولا ليا هواي مضيعنا العطش هذه جي تاقتنا هي اللي نرقبوا به وحيواننا عطاش وشاشرتنا وعلياتنا وذا كاملة رعيتنا وصون به العطش ومطالبين من الراعي السيد الراعي سيعد لنا الماء نشربه والدولة وهذا هو اللي طالبين من لا تتكلم فاطمة يطلب تنباري مضيعنا العطش احنا القدالة مضيعنا العطش هي قالوا العطش مضيعنا نقول آخر طالبين منكم تعدلون لنا معمولانا تعدلون لنا الماء شنو يشربوا ضيعنا تسقير النور من